اهلا وسهلا بيكم النهارده في برنامج خبايا واسرار من احلى نافذه في الدنيا كلها، نافذه الصحه والجمال. برحب معايا النهارده في خبايا واسرار بزميلي العزيز استاذ طه ناجي. اهلا وسهلا بيه النهارده مقدم البرنامج معايا، ومعايا ضيف جميل جدا كل الناس في انتظاره، وبصراحه استاذ اشرف ابو سليمان النهارده علم من اعلام تفسير الاحلام معانا في القناه، والناس النهارده يعني جاي معانا النهارده بناء على طلب الجماهير. اهلا وسهلا بيك استاذ طه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك استاذ اشرف. اهلا بحضرتك. لو حبينا نتكلم النهارده عن تفسير الاحلام والرؤى، النهارده ناس كتيره جدا بتتصل علينا بتقول ايه هو علم التفسير الاحلام. النهارده البرنامج اسمه خبايا واسرار، فالناس بتتكلم ايه خبايا واسرار تفسير الاحلام. في ناس بتعتقد في تفسير الاحلام، وفي ناس بتقول لا ده كل ده كلام فاضي. حضرتك رايك ايه يا فندم؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. علم تفسير الاحلام يعني علم من علوم الانبياء، يعني جزء من جزء من 40 جزء الرؤيا الصادقه، جزء من 40 جزء من النبوه. فورد في القرآن، يعني علم الرؤى ورد في القرآن. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قال إني أراني أعصر خمر. قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك. قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سيدين. كل ده ورد بالنسبة إيه للرؤية وتفسير والحلم وكده يعني. والحلم هو مجموعة من التخيلات التي يراها الإنسان، قد تكون خيال وقد تقع حقيقة. السؤال الطبيعي أستاذ أشرف اللي الناس كلها بتسأله، ناس كتير سألتني يعني الحلقة اللي فاتت، كان في ناس كتير كان عايز تسألني نفس السؤال، هل تفسير الأحلام موهبة أم علم أم مجهود شخصي؟ والله هو الأصل فيه الموهبة، لأنه علم لدني يدعم، يعني دائما يدعم، لأن الأصل في التفسير أنه يقع في بالك أو في خاطر المؤول آية أو حديث شريف أو قول أثر أو يعني أو بعد كده يأتي تحري النفس، لكن الأصل فيه الإلهام. يعني حضرتك النهارده في ناس بتقول طيب انا النهارده هفسر حلم بتستند بيه بايات قرانيه واحاديث، ده حسب ما يقع في خاطر من الاول بقى، يعني ايه من الاول حسب ما يقع في الخاطر. يعني بيقع يعني الحلقه اللي فاتت اختي بتكلم عن اللون الاصفر، يعني فاللون الاصفر يعني جاء في خاطري انا بمعنى السرور، بقرات صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، في معنى السرور يعني اتت بمعنى السرور، واولنا الرؤيه بناء على ذلك. كان في اتصالات حضرتك كنت قلت لنا عليها استاذ طه، ناس بتسالك عن مفسر الاحلام اشرف ابو سليمان، يا ترى ايه الحلم اللي حضرتك استغربت جدا لما سمعته من الناس؟ الحلم اللي استغربت جدا لما سمعته للناس من الناس، يعني اللي في بعض الناس يعني في شخص دايما كان كلمني بيقول لي انا دايما بشوف نفسي ان انا بغرق، على طول دايما بشوف نفسي ان انا بغرق. فهو حصل له مشكله غرق، هو غرق فعلا وانقذوه، شاف تاني ان هو بغرق، ففي السنه اللي بعدها حصل له نفس الموضوع فغرق. فكل سنه بيشوف حلم انه بيغرق، وبيجي السنه اللي بعدها بيحصل له فعلا غرق وبينقذوه. فالرؤيه دي تتفسر بايه؟ والله هو اللي يعني من خلال اول امر حصل معاه فبياتي له بهيئه اغطاس، وهو طبعا ايه بيخد التجربه ثاني، فيعني ممكن قد يعني يكون حابب يستوعب مثلا، واللي هو حابب يعني بتاتي بمعنى التنبيه والاستيعاب وكده يعني. تمام. الاستاذ اشرف، هل تفسير الاحلام، في ناس بتشكك دايما في مفسرين الاحلام ان مفسرين الاحلام زي اغطاس الاحلام كده ان هي ليس لها اصل، طبعا انت حضرتك ذكرت الاصول اللي ذكرت في الاحلام في القران والتفسيرات. طيب ممكن تذكر لنا بعض الناس او العلماء اللي هم في كبار المفسرين اللي معروفين مثلا حضرتك استندت عليهم او استندت بيهم او اللي حضرتك مثلا بتسمع لهم او بتقرا لهم،
زي مين مثلا؟ طبعا يعني احنا لو اتكلمنا على المفسرين فعالم التفسير ومعروف لدى الجميع ابن سيرين طبعا. فيعني دراسة العلم يأتي زي ما قلنا بالموهبة في الأول، وبعد كده يأتي بإيه؟ بالدعم من خلال القراءة والدعم للموهبة وكده يعني، والخواطر والخاطر بتاع المؤول نفسه يعني. معنا اتصال أستاذ أحمد. ألو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. السلام. أخبارك جميعا؟ الحمد لله تمام والله. يا رب تكونوا بخير. الحمد لله تمام. والله عايز بس على استفسار صغير، يعني حلم خارج المجال اللي أنا فيه خالص، أول مرة أحلم بيه. مجال حضرتك أول مرة إيه؟ يجيلي. مجال حضرتك إيه؟ تأجير طيارات وشركات عربيات ويعني في المجال ده كله في العربيات. المرة ديت بقى أنا حلمت إن أنا في قارب ومعايا ناس كتير، زي منهم أجانب ومنهم أعرفهم. وماشيين في بحر ماشي مسافة طويلة، بعدين وصلنا لمكان زي فسحة أو يعني مكان زي الملاهي كده بيتفسحوا فيه أو مصيف أو حاجة. وقضيت معاهم اليوم، بعدين رجعنا تاني في نفس البحر. بعد كده انا ما افتكرتش حاجه تاني. واول مره يجيني حاجه زي كده. تمام استاذ اشرف، يا رب على حضرتك. في البحر في تمام. اي سؤال تاني يا فندم؟ لا ربنا يبارك فيكم. شكرا لك استاذ احمد. السلام عليكم استاذ احمد. الامر مش بعيد عن يعني عن الموضوع اللي حضرتك حكيت لنا فيه واصل شغلك، لان ده المركب دائما تاتي بمعنى النجاه. فهو ان شاء الله يعني هيكون في نجاح ليك من سوق يعني، ومن خلال يعني موضوع العربيات وكده يعني. انا دايما في الاحلام ممكن يعني بتعامل مع حضرتك، ممكن تجي لي في الحلم، ممكن اتكلم معاك، ممكن بتعامل مثلا مع الاستاذ طه، يعني من الناس في خلال اللي انا عارفهم. انما المره دي حاجه غريبه جدا، قارب اللي هو الكبير وفي بحر ومشينا مسافه طويله وانا اللي سايق بالناس. تمام. وبعدين وصلنا زي مكان كده في اجانب وقضينا فيه الوقت ورجعنا تاني بالقارب نفسه في البحر. استاذ اشرف، الاستاذ احمد سعد طبعا صديق شخصي معروف يعني، هو معروف عنه جبر الخواطر، يعني معروف عنه ان هو دايما منقذ للناس، ربنا جعله سبب كده منقذ للناس، ان هو دايما من الشخصيات اللي هو تحب تتكلم عنها، اللي هو دايما جبر الخواطر. استاذ احمد لو حضرتك معانا لسه على اتصال. استاذ طه كان مع حضرتك في القارب في الحلم؟ لا طه ما شفتوش بصراحه، انا كان معايا ناس كتير وتقريبا يعني ما ركزتش في الاشكال، بس انا من الموقف نفسه اول مره احس بحاجه زي كده. تمام. يعني ان انا في بحر، طبعا انا على الطريق طول عمري مثلا بالعربيات. المره دي زي ما يكون يعني في نسبه توهان، يعني ان انا ماشي في بحر مش عارف انا رايح فين، بعدين وصلت للمكان اللي انا رايحه دوت لقيته زي ملاهي او نزهه كده. قضينا فيه وقت وبعدين رجعنا تاني بالقارب. تمام. استاذ حضرتك تسمعنا من الشاشه؟ ايوه. طيب تمام ماشي. اتفضل استاذ ابو سليمان رد على اتصال. يعني انا فسرت له من خلال الحديث معاه ده ما هي الا نجاح، لان المركب او القارب او السفينه تاتي يعني بشكل كبير بمعنى النجاه. يعني هو هيبقى نجاتك من مكروه، يعني قد يكون في امر مكروه وهتنجى منه ان شاء الله سالم. يعني معنى كده يا فندم ان النهارده مدلول السياره العربيه او القارب او الطياره، اي وسيله اتصال سفر مواصلات، دي دليل على نجاح؟ لا، كل امر حسب حال الراي وحسب الرؤيه، لكن السياره والطائره مثلا الطائره والسياره والكلام ده كله تمام، كل حاجة بتأتي بأمر معين، في منها الحافلة تأتي بمعنى المنزل، السيارة بمعنى السير والتيسير، الطائرة بتأتي بمعنى الانتقال إلى مكان آخر أو تيسير أمر عمل لمكان آخر وكده يعني. أستاذ أشرف، في ناس بتشوف رؤى تمام ودايما بتقصها علينا، بس الناس دي ما تيجي تشوف حالها مثلا إن هي بعيدة عن ربنا، ما بتصليش، إن هي مش قريبة من ربنا، هل اللي ما بيصليش او اللي مش قريب من ربنا او اللي بعيد خالص عن ربنا سبحانه وتعالى، هل ده ما يشوف رؤية، هل ممكن يشوف رؤية صالحة وهو اصلا الصلة بينه وبين ربنا منفصلة؟ ممكن يشوف رؤية بمعنى الارشاد، ان بترشد وبتدله على طريق الصح وكده يعني، بمعنى ممكن يشوف نفسه بيصلي، يشوف نفسه مثلا، بيكون بمعنى التنبيه يعني والتحذير. طب حضرتك النهارده لما بنشوف رؤى عباره عن اطعمه، زي مثلا
اي نوع من الاطعمه بيظهر معانا في الاحلام او في الرؤى، زي مثلا العسل، اللبن، الخبز، التمر، هل ده له مدلول ولا ايه؟ العسل واللبن دائما بيكون زياده في الخير، لان احنا دائما العسل واللبن الدعاء بنقول ايه؟ وزدنا منه. الخبز بمعنى العيش، والعيش بمعنى المعيشه، والمعيشه رزق او وسيله للرزق. ودائما العيش اعداد العيش واعداد الخبز بياتي بمعنى اعداد، ان انت داخل في تجاره معينه او داخل في لامر في وظيفه، فبتاتي انك بتاتي بتعد خبز او بتصنع الخبز وكده يعني. طب يا فندم برضو نكمل برضو السؤال، ظهور الفواكه زي الخوخ والبرقوق والانواع دي، دي كله ده كله يعني بيكون خير ومبشرات بالخير ما شاء الله، ما عدا فواكه معينه اللي هي بتدل على امور ممكن فيها يعني تعثر شويه. ايوه، لكن كل ما الفواكه والطرح زي ما قلنا احنا اللي هو الطرح الجديد، يعني بتشوفي فاكهه طرح بدا، فاكهه بدات تطرح جديد، فاكهه ابتدت تسمر وكده يعني. امثله زي ايه اللي هي بتدلنا على عدم وجود خير؟ زي ايه؟ في بعض الاحيان يعني البلح الاسود والعنب الاسود، ده يعني احيانا ياتي بمعنى الحزن. استاذ اشرف، هل تستطيع تفسير رؤيه لنفسك؟ فسرت. طب ايه الرؤيه المميزه في حياتك اللي انت شفتها ان انت فسرتها لنفسك؟ وهل انت فسرت الرؤى ان هي كرؤيه رؤيه ولا ادغاس احلام؟ لا يعني فسرتها رؤيه ووقعت والحمد لله يعني. انا ممكن نعرفها؟ طيب انا اشهد، انا شاهد على كده يا جماعه. طب احنا ممكن نعرفها؟ رؤيه شفت نفسي هيكل عظمي في المرايه، يعني شفت نفسي انا بس يعني هيكل عظمي في المرايه. فانا ساعتها ما كنتش معي ابناء، فيعني كملت الرؤيه، يعني ورد في خاطري ايه: ثم كسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. فربنا اكرمني بابني يعني على طول. ما شاء الله استاذ اشرف، ربنا يبارك في حضرتك. في ناس كتير بتسالنا شافوا رؤيه ان هم في الجنه، هل رؤيه الجنه رؤيه حق كرؤيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه افضل الصلاه والسلام. رؤيه الجنه قد تكون تغيير في امر الحياه للافضل، ان يعني الانسان بيكون مثلا الانتقال لحياه افضل، يعني مثل الجنه بتكون يعني الحياه للاحسن يعني. تمام. طيب في ناس بتشوف رؤى دايما، اللي هو انا كنت سالت حضرتك المره اللي فاتت سؤال عن دايما اللي هم طب بالنسبه للناس. انا هستاذن حضرتك في السؤال الاول قبل ما يروح مني يا ابو سليمان، لو ما حد يكون جالس مع الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، شاف ده في رؤيه وجالس معاه على الطبليه وبياكل وبيفطرهم بياكلوا ويشربوا مع بعض فطار، وكان في صيام يعني في صيام طول النهار، والرسول عليه افضل الصلاه والسلام ادى للست اللي صايمه وبتفطر معاه تمره، ده تفسيره ايه؟ بس ما شافتش وشه. تفسيره ايه؟ تكون مبشره يعني رؤيا النبي زي ما قلنا، قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام قد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. طب ما شاء الله. فدائما من اللي بيعطي ده لما أعطاه التمرة دي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، خير البشر صلى الله عليه وسلم، خير الآن. يبقى دي خير عطية. خير عطية، قد تكون ابن، قد تكون رزق، قد تكون يعني مش يعني مش عايزين نقفل التفسير التمرة بشيء معين حتى تكون ايه في اتساع يعني بدل ما من خير، كل خير ده واللي اداها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بس هنا في حاجه مش وقد تكون حجه يعني، حجه دي ممكن تكون حجه يعني بشرب حجه، لان الحجه بتكون في العمر مره وقد تكون حجه. استاذ اشرف، هل في فرق بين الرؤى كانا كمسلم وغيري اللي غير مسلم؟ هل الرؤى دي لها علاقه يعني في الغرب مثلا في ناس مش لا مسلمين؟ لا يعني قصدي حضرتك نعرف ايه الفرق ما بين تفسير الحلم او الرؤيه اللي بيشوفها مسلم من مسيحي من غير اصلا مسلم يعني مسلم شاف رؤى فبيعرض الرؤى، ممكن واحد غير مسلم مثلا يفسرها شيء والمسلم هل التفسير بيبقى غير التفسير ولا ممكن يبقى التفسير واحد؟ على العموم يعني اللي هو قال
إني أراني أعصر خمرة لسيدنا يوسف، واللي هو اللي قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، هل كانوا مسلمين أو يؤمنوا بالدين كذلك؟ لا. فالرؤية قد تقع لكل واحد يرى رؤية، منها المبشر نفسه، من ممكن رؤية تدل لغير مسلم على دخوله الإسلام. معنا اتصال أستاذة مروة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنك ترفعي صوتك. ماشي. عايز أعرف الفرق بين التمني، يعني أنا مثلا بكون بفكر في حاجة وبشوفها في المنام وبتتحقق في الأيام الجاية، فده تمني ولا رؤية؟ تمام. وفي رؤية صح عايز أقولها. اتفضلي. أنا حلمت إن أنا وأمي ماشيين العراق، وأنا عمالة أبص كده على البيوت كلها واطية، وبعدين دخلنا في حتة عاملة زي الكافيه كده، وبعدين أول ما قعدنا إحنا زي في الحلم كنا صايمين فماشيين نفطر، فأمي أول ما قعدت قدموا لها كوباية منج على طول، وأنا ما حدش عبرني، وبعدين هي شربت منها بق وقعدت، فأنا عمالة طول الوقت عمالة أقول وأنا عايزة زيها وأنا عايزة زيها لحد آخر الوقت، فما لقيتش حد جاب لي، فقمت دخلت زي المحل جوا، لقيت زي المنجة بس في علب، مش فريش زي الأولانية. تمام. فاخدت لي علبة فشربت منها وبعدين مشيت، وبعدين زي كأني أنا عايزة الحق البيت كأني في العيد، في عيد الضحية وكده، فعايزة الحق البيت أروح زي كده، فلما روحت لقيت زي جوزي معلق زي الذبيحة وزي العيد وكده، يعني أجواء العيد. تمام. أستأذنك تسمعين في لسه أي سؤال لحضرتك؟ أيوة لو سمحت. أمي حلمت إني في حمامة آخر جناحين منها حمر، فقالوا لها دي بتاعة أخويا في الحلم. عايز أعرف التفسير، الله يخليك يا رب. تمام. اسمعينا حضرتك من التلفزيون هيرد على حضرتك أستاذ أبو سليمان. ماشي. أستاذ أشرف اتفضل. اولا الرؤيه بتاعت حضرتك طويله شويه الاولانيه، فاحنا اللي قدرنا نسجله ان في تحقيق امنيه قد تحققت لامك، وان شاء الله هتتحقق لك انت، وغالبا ممكن يكون بشرى بحمل لك انت حضرتك، يعني غالبا انت متزوجه وما فيش ابناء معاكي، وغالبا بشرى بحمل لك انت. الدليل على القاروره بتاعت العصير دي، دايما قاروره الماء او العصير او اي حاجه قاروره بتتاول بالحمل ان شاء الله يعني. اما اللي هي الحمامه ذات الجناحين الحمر، فاخوك ان شاء الله داخل على امر زواج بسلام وبحب، او داخل على امر فيه سلام وحب، يعني لان الحمامه دائما تاتي بمعنى السلام، واللون الاحمر ياتي ايه بمعنى الحب، فهو داخل على زواج ان شاء الله، او داخل على صلح، او قد يكون هو امر خير، يعني امر فيه صلح وخير بمحبه ان شاء الله. طيب بخصوص ان امها كانوا قاعدين في مكان وصايمين وراحت قعدهم في مكان هيفطروا، حد ادى لامها عصير مانجا ومحدش ادى؟ احنا لسه بنتكلم في الامر ده، اللي هو ايه يعني ده معناه ان يعني في هي منتظره امنيه، والامنيه دي ان شاء الله هتتحقق، وغالبا هيكون ابناء كده. استاذ اشرف، الله سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. هل انا شفت رؤيه حلوه، هل انا مفروض علي اقصها على اي حد، ولا لازم اقصها على حد مختص، او هل بيحصل ممكن يحصل حسد في الرؤيه، ان انا عندي رؤيه شفت رؤيه كويسه فانا ما احكيها لحد ده يسبب لي حسد او يسبب لي ضرر؟ انت ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ ده سيدنا يعقوب لما قص عليه الرؤيه سيدنا يوسف عليه السلام عرف ايه معنى الرؤيه دي، وعرف انه ابنه نبي في المستقبل، فخاف عليه من، وطبعا كانوا القوم ملهمين، فخاف عليه من الهام، يعني هو اصلا خايف عليه من اخوته، فخاف عليه اكثر من اخوته من خلال الرؤيه دي. وانت احيانا بترى رؤيه انت بتفسرها لنفسك، احيانا لو يعني شفت فيها خير، وحسب حال اللي بتحكي له ده، ان كان بيحبك او مش بيحبك او كذا او كذا، اتعامل مع الشخص اللي قدامي حسب. هنا سيدنا يعقوب عليه السلام قال سيدنا يوسف عليه السلام: ما تحكيش الرؤية دي لإخواتك. ليه؟ عشان خوف عليه. طيب حضرتك النهاردة يعني كان في حد حكى لي حلم كده، فبصراحة أنا مش عارفة هو حلو ولا وحش، بس هي النهاردة بتقول إن في واحدة حلمت إن خير، اللهم اجعله خير، إن هي كانت ماشية شارية بيت جديد، ف
فلما اشترت بيت جديد فحابة توصل له، فعلشان توصل له في مجرى مائي قدامه، فالنهاردة كل ما تيجي تعدي المية بتزيد عليها وما بتعرفش تعدي، فبتستنى حد، بتقول أنا هستنى حد وهقف لما حد يجي ياخدني يوديني، فبتخاف من الوقت يعدي، فبتبص للوقت دايما باستمرار، الوقت كده هيعدي عليا، طب هعمل ايه؟ انا عاوزه اروح البيت الجديد يعني بسرعه. ده معناه ايه؟ والله في امنيه عايزاها لكن في بعض التعطيل. يعني شراء البيت الجديد هي في دنيا جديده قادمه ليها، لكن في بعض التعطيل. يعني ايه؟ قد يعني من خلال باقي احداث الرؤيه هي عبرت ام يعني ما عبرتش الميه دي وكده يعني؟ لا، فهو يعني امر لم يتحقق. طب احنا تعودنا ان دايما كانوا اهالينا الكبار الناس الكبيره تقول لك لما تشوفي حلم ما تقوليش عليه، حلو وحش ما تقوليش عليه، هل ده صح ولا غلط؟ النهارده في ناس بتقول لما تشوفي رؤيه كويسه احكيها وقوليها علشان تتحقق، ده صح ولا غلط؟ له اي مدلول ولا نشوف حلم حلو وحش ما نقولش ونبدا ندور مع المختصين تفسيره ايه، علشان لو هو اشاره من رب العزه نبدا ناخد بيها او تنبيه او رساله؟ احنا لو اتكلمنا طبعا عن الاحلام المبشرات، الاحلام اللي هي بنقول عليها يعني ما تتحكيش، زي ما بنقول رؤيا اخذ الميت شيء من البيت او اخذ احد بعينه، رؤية الريح، رؤية النار، ده كلها من الرؤية ايه اللي ما تحكيش، اللي ما تحكيش. رؤنا يعني رؤية مثلا اللون الاسود، رؤية الدخان، الرؤية ما تحكيش يعني. رؤية مثلا الانسان شاف يوم القيامة ما يحكيهاش. تمام استاذ اشرف، في رؤى دايما بالنسبة للنساء، يعني كتير من بعض النساء في يعني انا ما درست في موضوع الرؤى ده او قرات فيه اكتر الكلام عن الرؤى بالنسبه للنساء، اللي هم بيشوفوا رؤى فيها دم زي دم الحيض او والكلام ده، او في مشاكل في الاجهاضات، او مشاكل في ان هم دايما بيشوفوا نفسهم بيحصل لهم يعني بيشوفوا رؤى في النزيف ودم الحيض والاجهاضات، ده سببه ايه؟ هل ده ادغاص احلام ولا اغلب النساء يعني في كذا حد انا سمعت منه الرؤيه دي، رؤيه ان هي بتشوف دايما نفسها ان هي بتسقط، بيحصل لها اجهاض، بيحصل لها نزيف، ان هي دايما مش مؤهله بعد كده ان هي ممكن ما تخلفش، هل الكلام ده ادغاص احلام ولا ليه معنى؟ لكل يعني غالبا اغلب الرؤى دي بيشوفوها النساء الحوامل اللي هم في الاول. فرؤية الحيض إن كان بتأتي بتعب أو غير تعب أو مش بتعب أو كذا أو كذا، كل ده حسب طبيعة الولادة فيما بعد. رؤية مثلا أتت لها الحيض ولن تشعر بها، فده دليل على ولادة سهلة. رؤية الحيض بوجع مثلا تأتي بألم، لا ده رؤية يعني في بعض المعاناة في الحمل نفسه، ممكن تدل على ولادة قيصرية فيما بعد، تدل على كذا، تدل على كذا، حسب حال الرأي للرؤية يعني، أو حسب أحداث الرؤية. لأن احنا بنقول الإجمالي بتاع الرؤية أو العموم، لكن حدث الرؤية هو اللي بيبين الأمر إزاي بيكون يعني. طب حضرتك لما تكون واحدة ست حامل وتشوف نفسها إن هي حامل، له تفسير أو علاقة ما بين حملها وما بين الدنيا ولا لأ؟ ده دايما بيأتي أضغاص يعني، بيكون ضغص لأن هي بتفكر في حملها كتير، ايه اخبار الحمل، الدنيا ماشيه ازاي، كويسه مش كويسه وكده، فبياتي بمعنى الاضغاص. انما اللي هي مش حامل وفات عليها مثلا موعد مواعيد الحمل او غاب منها الطمس وكده يعني، وترى نفسها حامل، احيانا غالبا بيبقى حمل هموم يعني. النهارده لما حد يسالنا ويقول انا حامل وحلمت اني حامل، ده له تفسير؟ اغلبيته بيبقى حمل هموم يعني. دائما في وضع الحياه اللي احنا عايشينه ده دائما. اصل هي شافت نفسها حامل وهي بالفعل كانت حامل. لا دي اضغاص، دي احنا بنتكلم اتكلمنا عليها هي دي، ان ده اضغاص. لكن اللي هو يعني ما بتكونش في ايام حمل او كذا او كذا، دائما بيبقى هموم يعني. معنا استاذه اسماء اتصل. استاذه اسماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا استاذه اسماء. عندي حلم. عندي. اتفضلي يا استاذه اسماء. معاكي استاذ اشرف. لا مثلا حلمت خير اللهم اجعله خير، ان انا كنت بسيدي
بس لا عيدي عيدي تاني الكلام عيدي تاني. لا انا فهمت بتسيدها بتسيدها بجدة يعني. تمام تمام بس فكنت نفسك دوم الله يرحمها وسامحها هناك، وكانت معايا اختهم كده، فانا حسيت ان هناك دي في مشكله، فبقول لهم ايه ما حدش بيقول لي، فانا كنت هزعل وهمشي، فامي بتقول لا ما تزعليش احنا هنقول لك في ايه. فلقيت ان معايا اخويا اللي هو محبوس في مشكله بسبب مراته، فانا عاوزين نحل المشكله دي عشان نطلعه منها. فجيت في الاوضه اللي بعديها الاوضه الثانيه لقيت في ناس عاوزه تاخد البيت اللي احنا فيه دلوقتي، فانا قلنا عاوزين نشوف نعمل حاجه عشان نطلعهم من البيت ما يقعدوش فيه. دخلت الاوضه اللي بعديها لقيت حمام كتير، يعني حمام كان طاير من البيت وجاء وجايب ولاده معاه. فانا بقول لها تعالي تعالي يا امي تعالي شوف ده الحمام جاء وجاب عياله اللي كانوا معاه، يعني هو مثلا ولدهم بعيد، يعني ولدهم بعيد بعد كده جابهم دلوقتي لما البيت هدي. فهي بتقول لي جا وجاب الحاجه اللي كان سايبها بره معاه كلها. بس فكنت راكبه عربيه وجيت في الحلم ده برضه ان انا راكبه عربيه، العربيه دي باب فيها مخلوع، فانا حاطه رجلي جوه العربيه ورجلي الثانيه بره، والعربيه ما فيهاش مفتاح ماشيه لوحديها، فانا بحاول ان انا اسوق العربيه وبرجلي اللي في الارض مثلا لو في حاجه حتى حاجه قدامي ان انا بتلاشاها. مش عارفه ايه ده تمام. في اي حلم تاني يا فندم؟ انا معلش انا بحلم ان انا بقرا صور ايات من القران، ايات كرسي، المعوذتين، حاجات زي كده على طول بحلم بيهم، او ان انا بستغفر. فمش عارفه ده ايه برضه. طب انتظرينا حضرتك واسمعي استاذ اشرف هيرد على سيادتك دلوقتي. اتفضل استاذ اشرف. التفسير للرؤيه الاولى هو في امر يعني ما قد يكون سبب زعل ليكي، وقد يكون يعني تتوهمي بالزعل فيه، ولكن موضوع الحمام زي ما قلنا احنا الحمام دائما يأتي بالصلح وبالسلام، وجمع الحمام في البيت بمعنى يعني قد يجمع الله بينكم وبين يعني اخوك اللي هو بتقول عليه مسجون وكذا وكذا، ده في امور قريبة وحيكون في خير وصلح بينكم، يعني لان يعني غالبا في بعض المشاكل حاليا عنديكم. والثاني اللي هي العربيه اللي بتسير لوحدها دي، في تيسير بعض الامور عند حضرتك مع ايه؟ مع وجود بعض التعب وزي ما بنقول ايه والمشاكل في الحياه وكده يعني. لكن الامور ان شاء الله هتسير بخير وكده يعني ان شاء الله. قراءه ايه الكرسي والمعوذتين دائما تاتي بمعنى ايه؟ التخلص من هموم والشفاء والتخلص من حسد، وان شاء الله كده يعني وخير ان شاء الله ان شاء الله. طب حضرتك كان في سؤال لمتصله وحضرتك ما ردتش عليه، لما قالت ان حلمت ان كان في عيد جاي عيد الاضحى وتجهيز جوزها، روحت ان جوزها مجهز الاضحيه والذبيحه والعيد وكده، ده معناه ايه؟ والله قدوم الذبيح الاضحيه في العيد، قدوم على امر خير. وقد يكون هناك في امر فيه يعني زي ما بقول عقيقة، فيه يعني وليمة وكده يعني. فده بيدل على خير يعني إن شاء الله، بيدل يعني على مناسبة سعيدة دائما دائما العيد بيدل على مناسبة سعيدة يعني. يعني نوصيها إن مثلا يكون عليها من الولاد، إحنا عارفين طبعا إن لما بيكون في مواليد عندنا في البيت بيتذبح حاجة اسمها الأضحية ليهم بعد الولادة أو بعدها بفترة. ما إحنا بنقول ده يعني إيه؟ نقول لها الوليمة، الوليمة بتدل على إيه؟ ما احنا بنقول الوليمه بشكل عام. بعد كده يعني تاتي ممكن يكون مناسبه سعيده، مناسبه الزواج في وليمه، مناسبه او يكون هي حد من الولاد اتولد مثلا وما عملتش ده، ما احنا لسه بنبشرها بالحمل في استاذ اشرف في نفسها يعني. استاذ اشرف بالنسبه للاطفال اللي هم لم يبلغوا الحلم، يعني في اطفال كتير، احنا طبعا كلنا عندنا اولاد ولنا اطفال كتير بتشوف رؤى بتشوف احلام، هل رؤى الاطفال دي اضغاث احلام ولا هي لهم رؤى فعلا صادقه وان رؤته تفسر فعلا؟ يوسف عليه السلام عندما راى رؤيته اللي هي قال يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، كان عمره لا يتجاوز ال 12 سنه. تمام. فده كان صبي. تمام. فهل رؤيا الصبا او الصبيان تختلف عن الرؤيا؟ ده قد يكون احيانا
رؤيا الصبيان أصدق من رؤيا الكبار. رؤيا الكبار ما شاء الله. طب النهاردة أبو سليمان لما في حد تكون طفلة صغيرة دايما باستمرار بتحلم أحلام وبتحكيها لأمها وبتتحقق، يعني من ضمن الأحلام اللي سمعتها من الناس دي بتقول لي يا طنط أنا حلمت إن أنا رايحة المدرسة في يوم وعديت على جنينة والورد أول ما شافني فتح، ولما بعدي بعده ولما بعدي بحس إن الوردة دبلانة، ده تفسيره إيه؟ توفيق في يعني حياتها إن شاء الله يعني ويعني تفتح الورد بمعنى تفتح الأبواب الخير ليه ما شاء الله، يعني فده يعني دليل على خير ومستقبل إن شاء الله عظيم لها يعني. إن شاء الله نتمنى ذلك بإذن الله. الـ طبعا ذكر في القرآن أكتر من رؤية، في قصة سيدنا يوسف وفي قصص تانية، في قصة سيدنا زكريا في المحراب وكده إنما ربنا بشره. هل الرؤى اللي ذكرت في القرآن هل ممكن الناس اللي هي العادية غير الأنبياء ورسل إن هي ممكن تشوف الرؤى دي نفس الرؤى اللي الأنبياء شافتها على نفس على نفس النمط أو نفس المنهج كده، ولا ده لهم خصوصية خاصة في الرؤى وإحنا لنا؟ هو فيه حيبقى قياس وليس الرؤية بعينها، لكن حنقيس في حاجة اسمها القياس. يعني في الأحكام الشرعية في أحكام زمان مثلا كانت ما ينفعش تطبق دلوقتي، لكن بنقيس قياس عليه الرؤية وكذلك الرؤية بنقيس عليه. تمام. طب حضرتك لما نحلم إن إحنا ظهور المطبخ معانا في الحلم، أو إن ست واقفة بتطبخ ودايما باستمرار المطبخ بيظهر في حياتها في أحلامها، ده تفسيره إيه؟ ليه تفسير أو مدلول؟ ولا نقول أضغاص أحلام؟ لا، هو دائما المطبخ دي أضغاص نساء مش أضغاص أحلام. المطبخ دائما مع الرجال أو النساء يأتي بمعنى الدنيا وما يحدث فيه. بقى نوع الطبيخ أو الطبخ هو اللي بيدل على إيه اللي بتعمل. طب لو بتعمل خضار لو بتعمل أكلة دسمة بقى زي المحشي، أو بتعمل بتغسل فاكهة وبتحطها في طبق، ده له مدلول؟ ده رزق ان شاء الله. يعني دائما الفواكه زي ما قلنا رزق، انما نوع اللحوم مثلا اسماك. في مثلا في حد كان بيقول لي انا رايت نفسي يعني بطبخ وبضع الخمر على الماء على الطبيخ. فانا يعني فسرتها على طول، قلت له مالك في شبهه حرام. لا وفعلا اعترف لي يعني في المكالمه نفسها، قال لي فعلا انا يعني بشيء معين كده قلت له، قال لي انا فعلا. كان في واحد سالني عن رؤيا انا ما كنتش عايز اقولها بس انا هقولها. هو واحد دايما بيقول لي انا دايما بشوف رؤيا اللي انا متزوج تاني على زوجتي، فانا قلت له بلاش نتكلم في الرؤيا دي عشان ما نزعلش النساء اولا، ثانيا يعني دي شكلها مش هتبقى جوازه تاني، شكلها هتبقى جنازه. دي مبشرات. لما يرى الرجل أنه يتزوج على زوجته فده بشرى بطفلة، ترى المرأة أنها تتزوج على يعني على زوجها ده بشرى بطفل ولد. يعني طب حضرتك النهاردة لما نعيد تاني تعريف أضغاص أحلام للناس، يعني إيه أضغاص أحلام؟ أضغاص كل ما هو يشغل الإنسان في حياته اليومية أو أمر ما يعني يشغله، بيكون إيه شاغل فكره في الفترة دي، فبيأتي له مثلا قدومه على وظيفة جديدة يروح يأتي مثلا في المنام انه استلم شغله وكده يعني. قدومه على الزواج يرى محبوبته او محبوبته في المتزوجين وفي سنة الفرح والكلام ده كله. كل يعني اللي بيخطر في باله او يشغله بيأتي على هيئة أضغاص. تمام. كنت بشكر معايا في وجود الحلقة الجميلة الموجود معايا أستاذ طه ناجي، كانت حلقة جميلة جدا بوجود الزميل الخلوق أستاذ طه ناجي، وبشكر وجود أستاذ أشرف أبو سليمان معايا في الحلقة الجميلة بوجودك، منورني. وانتظرونا أسبوعين إن شاء الله مع أستاذ طه وأستاذ أشرف إن شاء الله. طبعا أنا برحب بالأستاذ أشرف، والله كان منور معنا النهاردة يا جماعة، ويعني بجد يعني حلقاته جميله جدا وانا بستفاد منه كتير، وبقول لك نورتنا وان شاء الله تنورنا كل اسبوع ان شاء الله باذن الله، وتحياتي ليك. ربنا يعزك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا عن القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لوجودكم معنا النهاردة. شكرا.